لكن واحنا بنتألم من هذا الكلام كمان علينا أن نقدر أنها لحظات غضب ناس أبنائها استشهدت وماتت، خاصة أنه حتى الحكم تحدث ميز ما بين الشهداء الذين يستحقون أن يكونوا شهداء وهو بيقول الأعداد، وبين اللي اتقتلوا إما أمام أقسام وهم يقتحمون الأقسام. لكن عندي شهداء قضيتهم عادلة، وبالتالي علينا أن نقدر مشاعر الغضب. لكن كمان علي أن أنا أقول له مش ممكن أبدا وانت بتطالب بحق ابنك وإحنا معاك أنك تولع في البيت وتولع في الوطن، وأنك تقول لا أنا من اللحظات دي رئيس الشرعي محمد مرسي. ده كلام ده يتقال؟ يعني أنت من هذه اللحظة عايز أنه لما يضيع حقك تجيب المغول والتتار وتجيب الإخوان الإرهابيين اللي تخلصنا منهم في 30/6، ده الشهيد يدفع حياته ثمنا من أجل الوطن، تقوم أنت عشان تجيب دم ابنك تقوم تحطم هذا الوطن بإعادة محمد مرسي كما تتخيل أو كما تقول في لحظة غضب؟ أنا واثق أنها في لحظة غضب، لأنه معظم عائلات الشهداء إلا إذا بقى اللي بيقولها وهو مؤمن بها يبقى خلاص انت في اتجاهك هكذا، وده الحقيقة اتجاه ما يجيب لكش دم الشهيد ابدا، لانه الشهيد يدفع حياته. شهداء 25 يناير دفعوا حياتهم من اجل هذا الوطن، واللي بيؤمن بقيمة هذا الوطن لا يمكن ابدا يتجه في اتجاه الاخوان. اعداء للوطن، ولا الولاء للاخوان اهم من الولاء للوطن. اسأل أي إخواني كده هيقولك الولاء للجماعة والولاء للإخوان فوق الولاء للوطن، وبالتالي لا يمكن أبدا وأنت تطالب بحقك وبدم الشهيد الذي دافع أو الذي دفع حياته ثمنا للوطن تقوم أنت تدمر هذا الوطن. يبقى لا بقى فيه دم شهيد ولا بقى فيه وطن. وكمان توجه انتقاداتك للرئيس السيسي وكأنه الذي أصدر الحكم، هتسمعوا كلام من هذا النوع. والحقيقه كنا بنتناقش نحذفه نشيله، ولكن ابقينا عليه لانه هستيريا الصدمه زي هستيريا الفرحه ستقود البلد اذا ما استمرنا فيها بهذا الشكل الى فتنه هنتفاداها، لانه هذا الوطن متماسك بالحاله التي نعيشها الان، انه سلطه تستند لاراده شعبيه حقيقيه. الكلام قاسي من قبل البعض، لكن تعالوا نسمعه ونحذر. وانت بتطالب بدم ابنك الشهيد اوعى تحطم الوطن، اوعى تحطم القضاء، اوعى تحطم هذا المشروع الوطني الذي يمثله الرئيس عبد الفتاح السيسي. جناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، وبشأن ما أسند من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه والمتهم فيها حبيب إبراهيم حبيب العدلي أحمد محمد رمزي عبد الرشيد عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد حسن محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر براء. يا دنايا ده خاتم بلده. أنا جايب كفن النهاردة عشان لو معرفناش نجيب حق الشهداء يبقى نحصله. خالي محمد بنصوا كمان ابدا براء. الدم الساح كله في البلد والشباب بقت تروح ببلاد ببلاد. Thank you.
محمد بورس وكمان اطلع برا. احنا هنقوم بالثوره، احنا هنقوم بالثوره. الرئيس الشرعي بتاعنا هو بقى محمد بورس. طلع حطه براها بعد 4 سنين كان مفروض يتحكم من اول سنه. عرفنا ان كانوا ايه الحكم بطيء بطيء لحد ما طلعوا براها. رئيس الشرعي البلد دي بعد اللي حصل وبعد المهزله ديت بقى محمد. احنا مش تبع الاخوان، احنا بس تبع الشهداء وتبع ثوره 25 يناير بس كده. اللي بعد اللي حصل، اللي بعد اللي حصل، اللي بعد اللي حصل ده الرئيس الشرعي البلد محمد مرسي. انا ندمان اني نزلت 30 يوليو، انا ندمان اني نزلت 30 يوليو، وندمان اني اتنمرت على الاخوان. حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل. من بعد كده اقول حزب الله ونعم الوكيل. اضربونا انا، موتوني، موتوني، ما لسه موتوني انا. انا مضروب ب 29 13 رصاصه في دماغي وركبتي عند المركز ضربني وفي الاخر اطلع براه. ازاي ازاي في قتيل وفي شهيد وفي متهم، ازاي ياخد براءة؟ ازاي؟ امال مين اللي قتل الناس دي ومين اللي صاب الناس دي؟ المستشار اعترف ان هي مؤامرة على مبارك. يجيبوا المجلس العسكري يحاكموا معانا، يجيبوا القنطاوي، يجيبوا كل قيادات المجلس العسكري، يجيبوهم يتحاكموا معانا. احنا متآمرين على البلد، احنا متآمرين على البلد. وحياة دمكم هنسيب حقكم، مش هنسيب دمكم. وحياة دمك يا شاهد. لا دم مبارك في المداه، احكام ثوريه، احكام ثوريه، احكام ثوريه. حق الشهداء مش هيروح، الثوره مش هتضيع. يسكت كل من خان، عسكر في لول اخوان. بقول للشهيد احمد وحياه من انزل القران وبيه سوره فاطر. لو غبت يا ابني عن العين ما تغيب عن القلب والخاطر، ودمك مش هيروح حضر. مهما كلمت من تبغ، مهما كلمت من تبغ. ايوه الدماء لا يجب ان تضيع في كل الاحوال، لكن هل وانت بتطالب بحق ابنك؟ وزي ما قلت لكم احنا سيبنا الكلام كما هو، هي مشاعر غاضبة نعم، لكن حتى وانت بتغضب لا يجب ان نحطم الوطن، لا يجب ان نحطم القضاء. انا زيك مصدوم يا اخي، بس مش هأحطم القضاء ولن انتقد الحكم القضائي. وانا الذين يؤمنون بثورة 25 يناير هيبقوا مصدومين، لكن لن اهيل التراب على القضاء. ما صدقنا ان مصر تحولت الى دولة مؤسسات. ما كان يمكن بالتليفون زي ما كان بيحصل اعملوا قضيه لفلان، ما تعمل لي حكم نص نص كده عشان نمتص غضب الناس والمؤيدين ما يغضبوش والمحتجين ما يغضبوش. لكن هل دي تبقى دوله؟ هل ده كان المطلوب؟ وبالتالي حتى الذين صدموا من هذا الحكم لا يجب ابدا. وانت بتطالب بدم الشهيد، الاخوان هم اللي ضيعوا ايضا دم الشهداء. ليه؟ لان هم اللي خطفوا سلمية الثورة وحولوها للعنف. العنف بدأ باقتحام السجون. الاخوان يحاكمون الان في قضايا اللي فيها استخدام عنف واستخدام ارهاب مسلح باقتحام السجون واقتحام اقسام الشرطة. لا يمكن للشباب النقي الفائر وهو صاحب ثورة 25 يناير اللي البعض بيحاول كمان عايز يديها تاني للاخوان ويقول كانت مؤامرة ولم تكن ثورة. لا، انت تهديها للإخوان من جديد، ثم انك تهين الدستور الذي نص على انها ثورة، وشرعية الرئيس السيسي على انها ثورة، والقاضي وهو يتحدث اليوم تحدث عن انها ثورة شعبية. وبالتالي هنا على هؤلاء كمان الا يتصيدوا في الموقف. لا الثورة نجاحها مرتبط بحكم يصدر ضد مبارك ونجليه وقياداته الأمنية، لا، الثورة نجاحها مرتبط بأنك تحقق أهدافها، ومن أولها أنك تتحول إلى دولة مؤسسات زي اللي بدأنا في تحقيقها الآن. الإخوان اللي أنت بتقول أنه خلاص مرسي، طالما كده مرسي أصبح رئيس الشرعي، ده